السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديدة. تعرض نجم المنتخب الوطني للشباب سامي فرج لهجمة شرسة من المغاربة بعد مباراة الخضر أمام أسود الأطلس في إطار دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس. ولقد عبر متوسط ميدان نادي سوشو عن استغرابه الشديد من ردة فعل الأشقاء، مؤكدا بأنه يحب المغرب مثل ما يحب الجزائر. ولقد قال على حسابه الرسمي في انستغرام: لماذا تشتمونني؟ أنا مغربي جزائري وأحب كلا البلدين. ولقد أضاف سامي فرج: لقد كنت مجبرا على القيام بخيار، هذه هي كرة القدم، لا أفهم لماذا أتلقى كل هذا القدر من الشتائم. يذكر بأن الصاحب 19 عاما من أب مغربي وأم جزائرية، وسبق له أن مثل أسود الأطلس في الأصناف الصغرى. ولقد قام من يشبهه الكثيرون بإسماعيل بن ناصر بتغيير رأيه مؤخرا، مفضلا الالتحاق بمحارب الصحراء، وهو ما أثار غضب الجيران. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.